بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه ذا فرنش جامبلر، ونكمل سلسله الحروف والنطق الصحيح. ومعانا النهارده حرف الاغ، لا لاتر اغ. طيب انت ممكن تنطقوا اغ وممكن تنطقوا ار، بس لو عايز تنطق زي الفرنساويين انطقوا اغ. طيب المهم ان الاثنين صح. طيب غا 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 يعني فور. غاب 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 اللي هو الفستان. غاجل 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 الغاجل المسطرة. غوسات 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 وصفة أكل. غي 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 اللي هو الرز. غو 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 اللي هي العجلة بتاعت العربية بتاعت موتوسيكل مثلا. طيب غوت 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 اللي هو الطريق. غوا 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 اللي هو الملك. غان 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 الملكة. غنار 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 اللي هو الثعلب. غيزان 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 العنب. كده يكون الفيديو انتهى. مرسي لكم جدا، اتمنى انه يكون عجبكم واستفدتوا منه كتير. لايك وسبسكريبشن، واستنونا في فيديو جديد. باي باي.